كنجريو هذا الثمار هذا الا وهو تنظيم بطوله جهويه الاولى من نوعها في المغرب اللي كترفع عليها شخصيا الجامعه الملكيه المغربيه تحت جهاز عصبه رباط سلا القنيطره رياضه القتال الحر والمختلط. بدورنا احنا كتمثيل الجامعه الملكيه المغربيه جينا كنساندوهم هذه الفرحه وهذه العرس هذه وهي الانطلاقه الاولى لهذه البطوله بهذا النوع هذا. وان شاء الله الرحمن الرحيم باقي مدن واقاليم المملكه المغربيه الحبيبه غتكون مثل هذه التظاهرات النسويه. طبعا المقاربه النوع من بين اللي كنخدموا عليه هنا كجامعه ملكيه تمثيلات النساء طبعا غتكون ان شاء الله الرحمن الرحيم في كاين بطوله نهائيه ان شاء الله الرحمن الرحيم غتكون ضروره تمثيلات نسائيه. الحمد لله هذه واحد البطوله الحمد لله اول مره كدار في المغرب على الصعيد الوطني والحمد لله كدار في جهه رباط سلا القنيطره الحمد لله لرياضه القتال الحر والمختلط تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه القتال الحر والمختلط. ومن هذا المنبر كنشكروا السيد العامل اقليم القنيطره كنشكروا جزيل الشكر على حسن الاستقبال وعلى المساعده ديالو لانجاح التظاهره هذه الحمد لله. كنشكروا وزاره التربيه الوطنيه للتعليم الاولي والرياضه وكنشكروا الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه القتال الحر المختلط. هذه الرياضه هذه الحمد لله عندها اقبال كبير الحمد لله. حاليا الامامه هي اكثر رياضه عندها اقبال على الصعيد العالمي وان شاء الله دابا الحمد لله هذه اول بدايه لها في المغرب كامامي اماتور تحت اشراف الجامعه اول بدايه لها. وهذه ان شاء الله انطلاقه اللي غتكون ان شاء الله فتفتح الباب لجميع الابطال وجميع المشاركين. وكنوعدهم من هذا المنبر هذا راه ان شاء الله جايين غير البطولات الخدمه وترينو الدراري. كما شفتوا هذه اول بطوله اللي كتنطلق بها واحد السلسله ان شاء الله ديال البطولات على الصعيد الوطني. فالاغلبيه ديال الحكام هنا عندنا 13 حكم دولي وكاينين بعض ديال الحكام وطنيين اللي دوزوا عده امتحانات وواحد التسلسل ديال واحد يعني واحد عبر واحد الانتقاء اكسيتيرا. وكاين فيهم اللي ديجا شاركوا جوج ديال في المناسبات ديال في بطولات دوليه. هذا الرياضه كاين عليها واحد الاقبال كبير وكبير بزاف على اساس يعني احنا كنحاولوا كما كتشوفوا الوقت ما كيسمحش باش دير كثير. كانوا دي سيليكسيون في الجمعيات وكنديروا يعني كنحددوا العدد وكتكون لانسكريبسيون بواحد لا ميثود ديال كيتسجلوا عبر واحد لابلاتفورم اللي فيها لو نومبر ليميتي باش كيعطيو يعني باش تعطينا هذه البطوله لا كاليتي ديال لي جوار. الحمد لله بلادنا كنعيشوا حدث تاريخي اللي هو بدايه القتال الحر المختلط على ارض الواقع وكذلك فرحه عارمه من الشباب المغربي المحب لهذه الرياضه بطبيعه الحال. احنا كاملين فرحانين اليوم وكنشكروا لا سواء المسؤولين ولا سواء الناس اللي حضروا لا سواء المقاتلين وكذلك جميع الناس اللي باغين الخير لهذه الرياضه في هذه البلاد. فرياضه الام ام اي هي واحد الرياضه اللي ولات عالميه حاليا واكيد لازم احنا كدوله اللي كتساير جميع التحديثات اللي كيوقعوا عالميا فاكيد لازم اننا نشوفوا ابطال ان شاء الله في هذه الرياضه.